السلام عليكم، معكم أخصائية التغذية إيمان كسبي. بهذا الفيديو بدنا نقلي الكوسة حتى نحسب كمية الزيت اللي رح تمتصها حبات الكوسة. عندي هون 4 حبات من كوسة متوسطة الحجم، أنا شلت الراس تبعتها ووزنتهم، طلعوا معي 329 جرام. بعدين قمت بتقطيعها إلى شرائح دائرية حتى أقليها قلي عميق. بعد ما قطعتها حبيت أشوف الكمية بالكوب حتى أعمل الحسابات بناء على الكمية بالكوب على الحجم. طلعوا معاي 2.5 كوب. الآن قمت بتوزين الطنجرة اللي بدأ لي فيها الكوسة. وزن الطنجرة وهي فارغة كانت معي 677 جرام. بعدين نزلت عليها الزيت وكملت التوزين مع يعني وزن الطنجرة مع الزيت مع بعض، طلعوا 1024 جرام. طبعا هذا الوزن رح نقارن فيه لاحقا وزن الزيت مع الطنجرة بعد القلي عشان نشوف كم نقص من الزيت وتشربت الكوسة. هلا عم بقلي شرائح الكوسة. والكمية اللي بتجهز عندي بصفيها بالمصفاي معدنية وبخلي باقي الزيت ينزل فوق الطنجرة نفسها حتى ما نخسر زيت والحسابات عندنا يصير فيها خطأ. هلا عم بقلي باقي الكمية اللي ضلت عندي. بالأخير بس نخلص رح نصفيهم كمان بنفس المصفاية ونتركهم حتى يبردوا، وبس يبردوا وينزل كل الزيت المتبقي ويبرد باقي الزيت رح نرجع نوزن الطنجرة مرة تانية. هيك عندي تصفت كل الكوسة والطنجرة بردت والزيت برد. نزلت الكوسة على الصحن زي ما احنا شايفين انقلت قلي عميق، وهلا بدنا نوزن الطنجرة. وزن الطنجرة مع الزيت بعد القلي 1010 جرام. إذا بدنا نعمل الحسابات، طبعا هاي الحسابات حطيتها أنا خلال الفيديو، نرجع مرة تانية. 4 حبات كوسة متوسطة الحجم بدون الراس كان وزنهم 329 جرام، كانوا عبارة عن 2.5 كوب. وزن الطنجرة فارغة 677 جرام، ومع الزيت قبل القلي 1024، بعد القلي صاروا 1010. لو ناخد الفرقية بيطلع معنا 14 جرام نقص من الزيت بعد القلي. هاي هدول 14 جرام هم اللي شربتهم الكوسة. إذا بنحول 14 جرام لملعقة صغيرة بيطلعوا 2.8 ملعقة صغيرة. طبعا هاي لكل 4 حبات كوسة أو ما يعادل 2.5 كوب. إذا بدنا نعملها حسابيا لاثنين كوب مثلا، فبيطلع معنا إنه 2 كوب كوسة بيمتصوا تقريبا 2.25 معلقة صغيرة. وهي كانت تجربتنا لليوم، إن شاء الله تكون مفيدة وممتعة، ونلقاكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة بتجارب جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.